اللي بيحصل في الطبيعي وما اعرفش صححوا لي لو قد اكون طبعا. غلط. انا قلت في بدايه كلامي ان الطبيعي ان النادي الاهلي اصل الناس ايه بتقول لك ان الصفقات اللي الناس اللي النادي الاهلي بيجيبها مش عارف يجيب صفقات النادي الاهلي مش بيقولوا كده في على السوشيال ميديا كلام لكن انا بشوف ان ده تكتيك او طريقه معينه بيستعملها النادي الاهلي ان هو يرمي اسم عمر وهو بيجيب استاذ محمود بالزبط. مثلا يعني ودي حصلت خلال السنوات اللي فاتت كتير جدا صحيح. جدا برأي حضرتك هذا الكلام ايه وبعدين هنفضل كده لغايه يعني هنفضل ورا هذه الامور لغايه امتى؟ اولا يعني لا داعي للقلق مش عشان حاجه لان 100% النادي الاهلي شايف كل المشاكل اللي هو بيعاني منها يعني المسؤولين في النادي الاهلي عارفين تماما ومش معنى انه يبقى في تدعيم ان انت هترمي الفرقه بالكامل والطبيعي بالمناسبه في كل الانديه العالميه طبعا الكبيره لا في قوام القوام الاساسي موجود بناء على التجارب بقى اللي مجلس الاداره ولجنه التخطيط والمسؤولين عن الكوره شافوها خلال هذا الموسم اعتقد انه بقى في فكره جيده جدا عن ايه المتطلبات فبالتالي مش هيبقى انت الناس متوقعه انه بعد الموسم ما يخلص هيحصل تغيير شامل في فريق كره القدم وده مش يعني مش عايز اقول ان هو مش طبيعي مش صح كمان لانه انت مش هينفع تغامر بانك تغير وفي فرق كتير عانت معاناه كبيره جدا من حكايه التغييرات الايه المستمره هو الفريق كان بيحتاج الى دي رقم واحد اللعيبة الأساسيين اللي موجودين كانوا محتاجين إلى فترة راحة أعتقد أنه فترة الراحة دي هتخلي عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي يرجعوا إلى حالتهم الطبيعية اللي من خلالها كان النادي الأهلي بيحقق بطولات يعني إحنا شفنا مع يعني قبل ما ياخدوا الأجازة في لعيبة فقدت تماما حساسية الملعب و تشعر ان هم لا مجاهدين يا جماعه مجاهدين يعني اجهاد بشع نتمنى الا يحدث في الموسم القادم انما بالنسبه للصفقات احنا قلنا انه مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب والمسؤولين عن كره القدم عارفين ايه المراكز اللي محتاجه تدعيم وقد يكون هناك حرب نفسيه من البعض كل ما بتتأخر في الإعلان الناس بتطلع تهاجم وتقول ده النادي الأهلي مش عارف أو ما خلصش الصفقات اللي هو عايزها وده غير حقيقي يعني هنفاجئ جميعا في وقت معين قريب جدا يا كابتن إسلام إنه بيعلن أسماء اللعيبة اللي تم الاتفاق معاه والمدير الفني اللي هيشتغل لكن هي مش كلامه يعني مش مادة للحديث في السوشيال ميديا او في وسائل الاعلام انه كل ما يتفاوض مع لاعب يطلع يتكلم عنه ده مش امر معتاد في النادي الاهلي وبرده يمكن اللي مخلي الناس دلوقتي فرحانه قوي في فيما يعني ممكن نوصفه بانه النادي الاهلي لم يعلن اسماء صفقات هم معتقدين ان النادي الاهلي مش نايم يعني المسؤولين في النادي الاهلي شغالين و100% ماشيين بنظام معين وبرده مش اي لاعب هيجي لازم يكون لاعب له مواصفات ان هو يلعب في النادي الاهلي لانه احنا برده كان في تجارب سابقه في لعيبه جت في وقت ما وبعد كده لا بس ده طبيعي ان في لعيبه تيجي وتمشي وتعمل وبتاع ده بنشوف طبيعي لا بس انا بتكلم على يعني. انت مش عايز المره دي تكرر اي تجربه صحيح. فاشله يعني او تجربه غير ناجحه يعني بمعنى اخر وبالتالي صبرا قليلا يعني يمكن الناس قلقانه وده حقهم طبعا طبعا يعني حق الجمهور عارف يا استاذ جمال ان هو يقلق جدا جمهور الاهلي